مرحبا. ينمو التخزين بمعدلات هائلة في المؤسسات، بحيث يتم إنتاج واستهلاك المزيد والمزيد من البيانات على أساس يومي. يقول جورج أورويل دائما أن كل الحيوانات متساوية، ولكن هناك حيوانات متساوية أكثر من غيرها، وكذلك بالنسبة للبيانات فهي ليست متساوية. تحتاج المؤسسة إلى استراتيجية متطورة لإدارة أنواع البيانات المختلفة ومعدل نموها وتأمين البيانات الأكثر منطقية في نفس الوقت. إليك 7 فوائد يجب أخذها بعين الاعتبار عند شراء حل التخزين. أولاً، أي حل التخزين مهما كان صغيراً يجب أن يكون قابلاً للتوسع بالكامل بحيث يمكنه النمو على مدى السنوات القادمة. ثانياً، تحتاج حلول التخزين إلى تحسين تخزين البيانات بناءً على أنواع مختلفة من البيانات. ثالثاً، يجب أن تكون حماية البيانات واستردادها سهلة النشر والاختبار، لأن الكوارث قد تصيبك في أي وقت من الأوقات. رابعاً، لا ينبغي أن يؤثر الأداء الحالي والمستقبلي في نمو البيانات الحاصل. خامساً، خفض التكاليف الرأسمالية والتكاليف الإدارية المقدمة مع الحفاظ على إمكانية الاستثمار في المستقبل في حين تتزايد احتياجاتك. سادساً، إن معرفة التكلفة لكل تيرابايت يضمن تحقيق الوفورات للمؤسسة. سابعاً، يجب أن يكون من الممكن ترحيل البيانات البسيطة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. يخضع مدراء ومسؤولو تكنولوجيا المعلومات دائماً وباستمرار للتحدي والضغط لتطوير البنية التحتية الخاصة بالتخزين، وفي الوقت نفسه يحتاجون لضمان أن البيانات آمنة. للقيام بذلك يجب أن تكون استراتيجية البنية التحتية للتخزين مبنية مع مستقبل العقل، وتحتاج إلى نمو متزايد يساهم ببناء استراتيجيتك وخططك. نأمل بأن ترشدك النصائح أعلاه من خلال تلك العملية. للتلخيص، عند اتخاذ قرار التخزين يرجى النظر دائما إلى هذه النقاط الثلاث: الأداء والسعر والحماية.